هذه دعوة خاصة للوالدين. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترفع درجات أمي وأبي وأن تحرم عليهما عذاب النار وعذاب القبر، وأن تجعلهما ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تسقيهما شربة هنيئة من حوض نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تدري لعلها ساعة إجابة لوالديك، ادعي لهما وجزاكم الله خيرا. ومن نشر